الكلام مظبوط ولا لا؟ سيد صالح عثمان الجندي الشهير بقى عم عربي بالسيدة زينب بنه معروف بقالي أكتر من 50 سنة أبا عن جدا من مواليد السيدة زينب. اسمها من اتغرب لي ومناخي، غرب لي ومناخي، يعني أنا كده أعتبر مناخلي وغرب لي. ممكن تقول يا غرب لي، ممكن تقول يا مناخلي. غربيل اللي هو الغربال الكبير اللي أنا بحكي لك عنه دوت، وكانوا بياخدوه بقى للجماعة بقى بتوع الأرياف للقمح، كان بينزل بترابه ما كانش فيه طحن وحاجات كده، كانوا بيطحنوه على حاجه اسمها الرحايا زمان، حاجات بدائيه، ويدقوه زي بتاع الطعميه اللي بندق فيها زمان، ويدخلوه من المنخل ويرجعوا للمنخل. يعني احنا بقالنا زي قرن ونص شغالين في المهنه دي ابا عن جدا عن ابويا انا، وانا عندي 67 سنه شغال برضه في الشغله ما زلت، ولذلك معلم عيالي منها احسن تعليم. وبعدين شغلتنا دي يجي 30 40 سم الخشب الكبير اللي زي ده اهوت، الخشب الكبير اللي زي دوت بيتصنع في المنوفيه هنا، واللي اكبر شويه برضه بيتصنع في المنوفيه، جميع الاخشاب بتتصنع في المنوفيه. والسلك دوت بيجي من الصين. خد يا حاج. المنخل الكبير دوت بياخدوه جماعه بتوع الفحم. بياخدوه جماعه بتوع الفحم عشان الاخرام بتاعته واسع. دوت بياخدوه جماعه بتوع البيت للرز والعدس والملوخيه والحاجات دي. في بقى صنف تاني اللي هو الحرير الناعم ده بياخدوه للدقيق، عشان الدقيق بيبقى فيه حاجات شوائب كده ما تشوفهاش بالعين المدرجه، المنخل ده منحها. الحقيقه ان الشغله دي مبروكه وحلوه ومن زمان اهالينا علمتها لنا واحنا ماسكين فيها، بس ما بس عيالنا الحمد لله احنا علمناهم، لان ما عندهمش قابليه يمسكوا الحاجات اللي زي بتاعتنا دي، ما عندهمش خلق ليها. انا بقى لما اموت هتموت معايا، ما عنديش عيال متعلمة، فأنا ماسك فيها لأن الحمد لله خيرها عليا وخيرها على عيالي، علمت منها العيال صراحة ربنا. وهي انقرضت الصحيح، بس ما دام في حاجة اسمها حبوب حب وعلافة بنشتغل على العلافة والحب. في حاجات كبيرة كده بياخدوها المقالب بتوع لب والسوداني. في أنواع كتيرة جدا 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 برضه ماشية، أما المنخل بتاع البيت مات. ما حدش بيستعمله. الدقيق بيجي نضيف والرز بيجي نضيف، وبعدين العيش كمان النهارده، كان زمان المنخل الحرير بتاع الدقيق ده مطلوب جدا عشان بيخبزوا، النهارده ما حدش بيخبز، بياخدوا عيش من الطابونه. يعني شغلتنا فيها 20 30 صنف، ممكن تقول 10 15 صنف ماتوا انقرضوا، وفي 15 صنف حيين، بس من كرم ربنا احنا الا يعني منطقه السيده زينب بحالها ما فيهاش الا احنا، قال لي انا بس هنا. عارف لو في خمسه ست انفار لا هنبيع ولا هنشتري. نقعد ثلاث ايام ما فيش حد يجي، يجي يوم برضه نتعشى. ربنا يبسطنا. يوم واحد. فالحمد لله يعني لانها شغله مبروك. بتنظف الدقيق، بتنظف الرز من الوساخه من الـ من الـ من الـ من, الـ من الزلط والحص. تنظف الدقيق من الـ من بيبقى فيه دود رفيع كده، لونه ابيض ما حدش يشوفه. وسوس. غرقان في الدقيق بقى تفكروا ان هو دقيق، ما تاخدوه هناك ما تشوفوش، لكن ده تشوفه من ده. تشوفوا مخه الحي ده. موقع الحيط دوت اسمه نمرة 80 و90 و100 الاخرام، يجيب لك الحاجه الناعمه ينزلها لك اللي زي البودره ويحوش الحاجات. انت تستعجب ازاي حاش الحاجات دي؟ شغله مبروكه من ايام الفراعنه، ده في القران مذكوره. هقول لك في القران مذكوره ازاي. لما ستنا مريم خلفت سيدنا عيسى، وبعدين اتهموها ان هي جابته ازاي الواد دوت، ابوها كان كويس وامها كانوا كويسين وما كان امك بغيه، ايه اللي خلاك عملت كده؟ قال لكم اسالوه، فنطق قال لها كيف نكلم عيل صغير في المهد صبيه؟ قال لها كيف نكلمه من كان في المهد صبيه؟ في القران كده. ايه المهد ده؟ اللي هو الغربان. Thank you.
الدنيا له كده خمس مسامير.